الشارع هون في السوق جوا عندنا قامت البلدية بتأهيل الخدمات كلها البنية التحتية من مجاري من مية، وقامت بعمل أرصفة في الشارع هون عشان الناس تمشي عليها، وفي شيء حركة بس يعني زي تقول بسطات في الشارع المنطقة اللي تم العمل فيها. شايف، وعرضنا الأرصفة هون عشان الناس تروح وتجي والشارع يظل إيش مفتوح للسيارات. عملنا هذا الموقف اللي هون، هذا الباركينج هذا بس للتحميل والتنزيل، مش موقف للسيارات، هذا باركينج للتحميل وتنزيل البضاعة على المحلات. أي صاحب محل بيجيب بضاعته بتصف سيارته هون، بنزل البضاعة اللي فيها، بعد السيارات تطلع تتيسر. هذا كل الحمد لله رب العالمين، الشغل على قدم وساق وموجود هنا بنشتغل قاعدين. طبعا احنا انتهينا من المرحلة الأولى من المشروع، بنينا الهيكل قبل 10 أيام، يمكن أنت جيت وحكيت معي أعطيت مدة 10 أيام لإنهاء العمل في المرحلة الأولى، وبالفعل تمت خلال 10 أيام إنجاز الهيكل العظمي للأرصفة. هسا ما تحتويه هذا الأرصفة سواء كان بلاط أو بطون، هل سيتم تغيير التندات بالكامل وتوحيدها؟ هذا كله إن شاء الله بتحدد اليوم أو بكرة بإذن الله، لأنه هذا مش مقتصر بس على البلدية، مقتصر كمان على أصحاب المحلات التجارية، شو اللي بدهم إياه وشو رأيهم. إحنا بنقترح طبعا أن يكون الأرصفة بلاط، بنقترح أنها تغير التندات وأنها تتوحد التندات على أساس السوق يطلع بمظهر لائق. طبعا هذا ممكن أنه يؤخر المباشرة في المرحلة الثانية لحين الاتفاق اليوم بكرة إن شاء الله على صورة معينة مع أصحاب المحلات التجارية، بحيث أنه نخلق واقع جديد في السوق إن شاء الله يكون مقبول تجاريا، مقبول من ناحية المنظر ومن ناحية التجار ومن ناحية المواطنين كمان.